إذن مشاهدي محمد يابرس، كما وعدناكم ببث مباشر من سكن أحد المواطنين بالمحمدية وبالضبط بحي رياض جوج، اللي تفاجئوا بالحم ديال العيد الكبير، يعني في واحد الحالة جد 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 سيئة. إذن معنا أفراد هذه الأسرة هذو اللي غادي يتكلموا لنا على هذا الكبش. إذن السلام عليكم. إذن اشرح لنا شنو اللي وقع معاكم، منين شريتي اللحم ديال العيد؟ خويا العيد شريناه نهار الأربعاء في الرحبة، وجبنا الخروف ديالنا عادي جدا. إيه. المهم نهار العيد ذبحنا بخير، كلينا منه شي شوية. ثاني عيد تا هو كذاك دينا الجزار في ثاني عيد، دازت عليه 24 ساعة تنشف، دينا الجزار في الصلوع عادي جدا، درناه في الكونجيلاتور. واليوم ملي جينا زعما نطيبو تفاجأنا بأن اللون ديال اللحم تبدل، اللي هو كما كتشوف بالصورة، ولا كيميل الخضورية ولا الزروقية تقريبا، والريحة ديالو خانزة بزاف. شوف هنايا باش نهزوها بيدينا، لأن تشوف هنايا. إذا هادشي خديتو من الرحبة؟ خدينا من الرحبة، وكانت في زعما ديك العلامة ديال كانوا عنده الأكباش بزاف، هذا اللي شريتو من عنده كان كامل. شراهم عندو الناس ما عرفتوش شي ناس مثلا اللي جيرانكم مثلا شراو من عنده باش تسولوهم واش الحوالي ديالهم، حتى هما نفس المشكل. ما كنعرفوش حتى اول عام جينا نتقنا هنا المحمديه، ما كنعرفوش الناس هنا بزاف. اييه مشينا شرينا بحال الناس، بحال الشعب المغربي، مشينا للرحبة شرينا. إيه. وساعة تفاجئنا بهذا اللحم هذه بلا سبب، بهذا الطريقة معفنة. المهم عطي الزوجة ديالك لان هي اللي كانت شرح لنا المشكل. ايوا المشكل حتى انا راه بحال يعني تفاجات اليوم، يلا جيت باش نطيب وانا نتفاجئ بهذا الحاله هذه. معيدين وما معيدين. ايوا الحمد لله، ولكن احنا ما بغيناش تعاود الناس وحدين اخرين، حيت عاد كل عام كتعيد ديالكم كنشكركم بزاف. احنا كنا غير اللحوه، جمعناه باش اللحوه، ولكن بغينا باش الناس تعرف والناس تاخذ الاحتياطات ديالها وتاخذ في بلايص معروفه، لان على الاقل باش انها تمكن لها باش ترجع. نعم. احنا دابا خدينا في الرحبه، ولكن ما عارفين السيد كي داير، فهمت؟ السيد ما عرفناش بحال الناس راه خدينا وجينا في حالته. السؤال اللي مطروح اللي كيطرحوا الناس تقريبا دابا يومين ديال العيد، واش كليتو منه شي حاجه بكل صراحه؟ لا كلينا منه طبيعي الحال، كلينا منه نهار الاول. عارفينو في هذا اللون؟ لا ما كناش عارفينو نهار الاول، كلينا عادي. نهار الثاني كلينا عادي. الحاله الصحيه جيده لحد الان. واش احنا كليتو غير الكبده؟ اعطي الميكرو. شنو اللي كليتو؟ كلينا شويه ديال الكبده ما كليناهاش كامله، يعني واحد الشويه. وثاني البارح الكوتلت. العشاء شنو اللي درت؟ لا ما درناش. مشينا عند اختها، ما كنا معروضين. الحمد لله ان ما درناش. اليوم عاد كنا غادي ناكلوه زعما. ايوا دابا كلشي غادي تلوحوا. دابا كلشي حتى حاجه ما تبقى، لا راس لا كرعين لا حتى حاجه، كلشي حتى حاجه ما غاديش تبقى، كلشي. اذا سميتو المصلحه ديال حفظ المحمديه طبعا مشيتي لها. الاخ مشيت اتصلت بجمعيه المستهلك بار تليفون، قلبت عليها في الانترنت. أيه. المهم الله يجازيك بخير، عيط ليا صافتني للمكتب الصحي. أيه. مشيت للمكتب الصحي، قال لي عبد احنا ما مسؤولينش على شي ديال اللحم. خليك معنا مكالمه. الو السلام عليكم. عندك شي تدخل بخصوص هذا الموضوع؟ اعطيني الميكرو. أيه. انتما الى المدينة؟ احمدية على الواجب. وقعت لكم نفس المشكلة؟ شوية ديال الريحة. نعم. منين شريته الى بلاصة؟ خدنا واحد بلاصة سعودية، خدنا مخدش من المحمدية، خدنا غير في المحمدية. وما اتصلتوش بهذا اللي شريتي من عنده باش تقولوا لي شنو اللي وقع وهذا؟ وما كاينش اتصال، خدنا واحد خصافي بداخل البطاطا جينا عوضنا كل شيء صافي. ما حاولتش تتصل بالمصلحه ديال حفظ الصحاب المحمديه؟ لا ما اتصلتش بها خويا. يعني من المفروض خاصكم تتصلوا بهم وتجي واحد اللجنه من المصلحه ديال الصحاب المحمديه تجي لعندكم حتى العين المكان، لانها معنيه بهذا الامر هذا. صحه المواطن راه هي اولا وكل شيء. اذا الحولي ديالكم الحم دابا اشنو درتوا به؟ واش كتاكلوه ولا شنو؟ لا الحم كامل مشى دابا، كلشي صافي. كلشي مشى. كي شفتي الحاله ديال هاد الناس اللي حنا عندهم دابا هنايا في درب الرياض بالمحمديه؟ اخويا شفت حاله صراحه، زعما راه شنو نقولك، زعما ظاهره غريبه على المحمديه وعلى الكبده كامل بصفه عامه، زعما كل عيد تلقاو
لكن خاص المسؤولين، خاص المسؤولين بالمحمديه انهم يتحركوا باش يشوفوا الحالات، لان صحه المواطنين راه ما سهلاش. اذا كنشكرك. نعم. اذا دابا خاص اول نكون لجان، وثانيا هذا اللجان اذا ما كانش واحد الحمله كيفاش كاين ربي كاين باش واحد الناس كيما كيما انا ما كنتش عارف كاين شنو خاص هذا الشيء. نعم. شكرا. إذن كان معنا مشاهدينا واحد من المواطنين اللي اتصل بنا مباشرة في البرنامج اللي هو توعدوا نفس هاد الحالة هذه. إذن علقوا لنا على هاد كما قلت لك بعدا اتصلت بجمعية المستهلك جزاهم بخير، صرتوا لي المكتب الصحي، مشيت للمكتب الصحي قالوا لي ودي حنا ماشي ما مسكتش على شي ديال الحمد ديال العيد، سير للسيرفيس ديال سكيورتي سانتيغ ودوي اليمونتيغ لونسا، مشيت ليها ما لقيت حتى شي واحد، لقيت الباب مسدود. اذا دقيت جميع الابواب لقيت سكوت ما كاينش ما كاينش اللي يعطيني شي جواب، واتصلت بالجريده ديالكم باش نوضحوا ونوعيوا الناس شي شويه. انا ما كيهمنيش انا اللحم، اللحم الخليفه على الله، السمنه راه درنا الحمد لله، كلينا منه داكشي شويه الحمد لله، راه ما طحناش مراضين الحمد لله على كل حال. غير الرساله ديالتي انا متاكد انا هاد الحولي عند هذاك السيد اللي شرينا عنده الناس بزاف شراو عنده، يعني ما يسكتوش ولا انهم يمشي ياكلوا داك اللحم يقولوا راه ما فيه والو، يمشي يغسلوا بشي حاجه ويقولوا راه ما فيه والو، بالعكس بغيتهم حتى هما يتصلوا ويرفعوا شكايات للجهات المختصه، بس حتى الجهات المختصه تكثر ما نقولش حنا ما كديش خدمتها وانما مقصره. كما كنشوفوا انت القضبان في الحقيقه قطعتهم، وبقى حنا بدورنا نبقى الحال، واول ما عيطت لي انا قلت لك راه غادي نجيب لك معايا ضروري، حنا نجيبوا لك معنا الى سمحتي بلا ما تبين الى قبلتي منا هذا الحمد هذا. شكرا الله يحفظك. شكرا الله يجزيك. الحمد لله لقيناه في صحه جيده الحمد لله، الله يجزيكم بخير. الحمد لله هما القضبان راهم مصوبين مقادين، خاصكم شي حاجه اخرى. شكرا الله يحفظك. حنا غير المجيد، حنا راه جيران، حنا المجيد. اي واحد خاص لي اللحم يعيط لينا ماشي مشكله. شوف المجيء ديالكم احسن لينا من اللحم كامل. لا 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 بالعكس، احنا بغينا الرساله توصل. المجمر دابا كنا كناكلو والمجمر بقى شاعل، قلت للمدام هاري المجمر براسو نديوه. الله يحفظكم يحفظكم. اذا كنتمناو المسؤولين، لكن كنتمناو المسؤولين بالمحمديه انهم يتحركوا بخصوص هذا الملف بشكل عاجل وعاجل جدا، واليوم وهذه الساعه هذه قبل غدا ان شاء الله، لان الحاله خطيره بمدينه المحمديه الحاله هذه والحاله اللي اتصلت بنا الان بار تليفون. اذا هادشي اللي غادي نقولوا اخر الكلام. اخر الكلام كنوجه رساله للجان المختصه في هذا الميدان هذا، ان في نهار العيد مثلا ماشي يمشيو غير راقبوا مثلا لي كرون سيرفاس اللي معروفين كيبيعوا الحواله بالكيلو وداكشي، يمشيو للرحبه، لان الرحبه تما كيمشي المفروض انهم يمشي يسبقوا للرحبه هي الاولى، لان الشعب اللي ما فحالوش كيمشي لهذيك البلاصه باش يتقضى، حتى تما خصهم يديروا لي كونترول ديالهم، ياخذوا شي كبش عينه يديروا التحاليل، عطى الله ما يدار، هما عارفين احسن منا، هما خبراء في هذا الميدان هذا، باش الناس ما الناس مساكن ما كيقدروش يوصلوا للشكايه ديالهم. هنا غادي تطرح في البال ديالي واحد السؤال جد مهم دابا. طبعا هذا اللحم هذا مريض، طبعا الطريقه اللي غادي نتلوحوا بها واش عارفين ولا ما عارفين؟ ما عارفينش ولا الحيوانات طبيعة الحال، وهذا هو السبب، هذا السبب الاول اللي خلاني نتصل باش نشوف هذوك الناس اشنو هي الطريقه باش نحيدوا علينا. ما عرفناش انكم مثلا دفنوه في شي اما نورمالمون خص يتدفن ويدار له لاسيد وشي حاجه، ما حنا ما الحيوانات حتى هي يكون بعيد ما لقيتش. لا خطير وخطير جدا، شوفوا بالكاميرا لانه ما لقيت ما ندير، لان اتصلنا زعما من باب الاحتياط بالمكسب اللي مسؤول على الصحه بالصحه ولا بلونسا، ما لقيناش اللي جاوبنا تمايا. انا دابا مضطر انني نتسنى بالليل. المهم حنا غادي نتابعوا معكم ان شاء الله هذا الموضوع ان شاء الله. شكرا جزيلا، كنشكركم والى اللقاء. السلام عليكم.